التي في صحيح البخاري هل هي صحيحة أم لا؟ أسألك أولاً بختصر لك أحمد. إيه. هي ما منها ما روي سورة التمرين. إيه. والقسم الآخر ما روي سورة الجن. صحيح. وهي تقسم إلى خمسة أقسام. يعني التي تسبق الجن. من سورة الجن تقسم إلى خمسة أقسام. وهي منها ما هي صحيح في الصحيح. ومنها ما هي صحيح في غير الصحيح. ومنها ما هي حسن. ومنها ما فيها الضغط او اكثر ضعف يحتمل المحتمل الضغط. إيه؟ وفيها ما هي ضعف. طيب والضعف في ما جاء بصيغة التمريض اكثر. نعم. انت يا قائد الذي جاء بصيغة التمريض هل منها ما هو في صحيح البخاري وهو صحيح وقد جاء بصيغة التمريض ام لا؟ محمد أبي محمد ابن حزم رحمه الله تعالى رد حديث الملاهي، وحديث الملاهي ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف، فلماذا رده؟ نعم لأنه قال أن البخاري علقه أنا شغال وقال الشيخ عمار صحيح وليس صحيح لأنه قد جاء باسم هذه الدولة باسم أحمد مستفران. نعم الحافظ بن حجر يقول كلاما حول هذا الحديث، قال إن الحامل للبخاري على أن يرويه بصيغة التعليق ماذا؟ اذكره في اسم الصحابي، لأن هذا الحديث جاء من طريق أبي مالك أو أبي عامر اختلف فيه. عندك أخانا يقول ثم حكى أن الأمة تلقت هذين الكتابين بالقبول وأحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ، فمن من المنتقدين لها؟ وابي علي الجياني. نعم طيب وابي مسعود الدمشقي له له رد على الدارقطني وله بيان بعض الاحاديث. نعم عندك يا جبران أحاديث الصحيحين تفيد العلم اليقيني النظري أم تفيد الظن؟ النظري. ومن الذي قال بهذا؟ من الذي قال بهذا؟ أنت البخاري. نعم أبو محمد بن حزم هو يؤيد هذا المذهب، لكن من الذي قال في رجال في أحاديث الصحيحين؟ الشيخ محمود الإصلاح. نعم وخالفه النووي. طيب هل يلزم أن يكون الحديث يفيد العلم وإذا لم يفيد الظن فلا نعمل به أم لا؟ إذا يعني تبين لنا بأن الحديث صحيح السند والمتن قال بشروط العلة نعمل به سواء أفاد العلم أو لا. إذا تلقت الأمة الحديث في القبور هل يحتاج إلى أن ينظر في سنده أم لا يا مقبل؟ أحتاج إلى أن ينظر إليه، لأنه لا يحكم عليه بالصحة إلا إذا نظر في سنده. ورب حديث يدعى فيه أن الأمة تلقته بالقبول ولم تتلقاه بالقبول،
فمن يستحضر مثالا على هذا؟ بالله الماء الذي يضع على حديث حديث المسلمين على صورتهم. نعم. سبحان الله ما ذكر. نعم. لا نكح إلا الولي. لا تدخل الله إلا. قرأ. من يذكر يا أخانا. حديث الله عز وجل لا يغير أن أطعمه ويحفظه. يقول إلا إذا تقمت السلا و ذكرنا لكم حديثا رواه أبو داود من طريق عمرو بن الحارث من طريق الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة عن أناس من أهل حمص عن معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أرسله إلى اليمن قال بما تقضيه؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فإن لم تجد قال اجتهدوا رأيي ولا آلوا. ادعى بعض أهل العلم وبعض أهل الأصول أن هذا الحديث مما تلقته الأمة بالقبول، وقد أورده الجوزقاني في الأباطيل، وحكم عليه أبو محمد بن الحزم رحمه الله تعالى بأنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث كما سمعتم أمثل طرقه ما رواه أبو داود، وهو من طريق الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة، وهو مجهول، يرويه عن أناس من أهل حمص وهم مجهولون. الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول في ترجمة الحارث بن المغيرة الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة مجهول وحديثه لا يصح. ثم إنه جاء من طريق ابن ماجه، جاء عن ابن ماجه ولكن في سنته محمد بن سعيد بن المصلوب في الزندقة. وأحسن من جمع طرق فيما اطلعنا عليه الشيخ ناصر الدين الألباني حفظه الله في المجلد الثاني من سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة. طيب يا أخواننا تراجعون جزاكم الله خيرا. ما هذا؟ الله المستعان الله المستعان. اللهم يا أخوان مراجعة ثانية حسن إن شاء الله. أنت يا جبران إذا قال الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا. نعم انا احتجبه ولا لا؟ ايه احسنت صحيح احتجبه. جزاك الله خير. الله الله ابن صبر بين احمد ومقدم. انا مقدم بس ان اراك سألك. يعني طيب قول الصحابي امرنا بكذا او نهينا بكذا يحتج بها أم لا؟ يحتج بها لأن الآمر والناهي هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا تخريش خريش لا طهر له حكم ما هو إلا له حكم الصريح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى نقلا واختصارا لمقدمة ابن الصلاح النوع التاسع المرسل. قال ابن الصلاح وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير الذي قد أدرك جماعة من الصحابة وجالسهم كعبيد الله بن عدي بن الخيار، هو مختلف فيه أله صحبة أم ليست له صحبة؟
وقد مر بنا في صحيح مسلم بل في صحيح البخاري مر بنا من يؤيد أن لا صحبة له فقد ساله وحشي أو نعم ساله عثمان بن عفان لأنه دخل ينصح عثمان بن عفان فقال له أتركت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بلغني من خبره فلم أدرك ولم أدركه. هذا ينبغي أن يحفظ لأن الحافظ يقول إنه ولد قبل الفتح ويحتمل أن يكون صحابيا لكن الشخص أعلم بنفسه فما سمعتم ففي صحيح البخاري ماذا عن عثمان أنه قال له يا ابن أخي أدركت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بلغني من خبره ولم أدركه. طيب ثم سعيد بن المسيب أما سعيد بن المسيب فقد ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر وقد اختلف في سماعه من عمر رضي الله تعالى عنه وقد سمع من أكثر العشرة المبشرين بالجنة نعم لم يسمع من أبي بكر لأن ولم يدركه واختلف في سمعه من عمر وقد سمع خطبته بالجابية سمع خطبة عمر بالجابية وكان صغيرا منهم اختلفوا في سماعه من عمر في سارية الجبل حسن حسنة ايه تراجع وما جاء بها هنا ها؟ الآن يعني طيب خير يا حسن لأن سنتها حسن ذكره الحافظ في ترجمة سارية فراجعه أنت في الإصابة في ترجمة سارية. طيب جزاك الله خير. وإن تعلم إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتهى. بعضهم يقول إن المرسل ما هو الذي يسمى مرسلا هو ما كان لكبار التابعين. قال والمشهور التسوية بين التابعين أجمعين في ذلك. وحكى ابن عبد البر عن بعضهم أنه لا يعد إرسال صغار التابعين مرسلا. انتهى. ثم إن الحاكم يخص المرسل بالتابعين. انتهى. والجمهور من الفقهاء والأصوليين يعممون التابعين وغيرهم أي شيء فيه انقطاع يقول المرسل. الفقهاء ها؟ كان أو غير كان. حتى سواء كان منقطعا أو معضلا أو يعني يسمونه مرسل أو معلق يسمونه مرسلا أي شيء فيه انقطاع يسمونه مرسلا. لكن المشهور عند المحدثين ماذا؟ أن المرسل هو ما رفعه التابعين إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأسقط الصحابي. يعني ماذا؟ لأن قوله وأسقط الصحابي معلوم لكن نخشى أن يكون أسقط غير الصحابي. وقوله صاحب البيقيني ومرسل منه الصحابي سقط منتقد عليه لأنه لو علم أن الصحابي فقط هو الذي سقط فكان الحديث من قسم المقبول أن الصحابة كلهم عدول كذا يا أخواننا. طيب بارك الله فيكم. طيب قلت أي الحافظ من كثير قال أبو عمرو بن الحاجب في مختصره في أصول الفقه المرسل قول غير الصحابين. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من رضي
طيب لو كان أول مرة من أجل المسكين هذا ما يتعلق بتصوره عند المحدثين. وأبو عمرو بن الحاجب يا أخواننا من علماء الأصول ينقل عنه الأصوليين رحمه الله تعالى. وأما كونه حجة في الدين فذلك يتعلق بعلم الأصول، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في كتابنا المقدمة، وقد ذكر مسلم في مقدمة كتابه أن المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم في الأخبار ليس بحجة. وكذا حكى ابن عبد البر عن جماعة أصحاب الحديث. وابن عبد البر ذكر مقدمة للمصطلح في كتابه التمهيد، الكتاب القيم الذين يقولون الذي يقال إنه قد طبع منه الآن 10 مجلد ويوزع بدار الإفتاء. فإلى الله المشتكى. العلم باليمن محارب، العلم باليمن محارب محارب. وفي غير اليمن هذا اذهب الى العلم، العلم بنفسه نعم انهم يحاربونه، لكن لا من حيث نشر الكتب، نعم لكن لا من حيث نشر الكتب، ينشرون الكتب ويخافون من تطبيقها في عدن. ما نادرا من جد كتاب يعني صحيح. نعم اخواننا، لماذا المرسل من جسم الضعيف؟ لان منكم نعم لأنه قد يسقط التابعي. إذا يعني قرر الله قد يسقط التابعي بينه ويكون ضعيف مثلا. نعم. ليس كلهم عدوه. نعم. أما إذا كان لأنه ربما يحتمل أن التابع يسمعه من التابعي من هو أسلم. بل. هذا هو زياد عبد الله. بقي عندك زيادة؟ نعم. ربما يكون التابع هذا الذي قد سقط ضعيفا. بقي شيء. هذا التابعي الذي سقط. الذي نجوز أنه سقط يحتمل أن يكون ثقة وأن يكون ضعيفا، هو أيضا نفس السابق يحتمل أن يكون رواه عن الصحابي وأن يكون رواه عن تابعي آخر، التابعي الآخر يحتمل أن يكون ثقة وأن يكون ضعيفا، التابعي هذا أيضا الثاني الذي هو سابق على التجويز يحتمل أن يكون ثقة وأن يكون ضعيفا، وقد وجد 7 أو 6 من التابعين في سند واحد، وقد وجد في صحيح مسلم 4 في سند واحد من التابعين، تابعي يروي عن تابعي، تابعي يروي عن تابعين، فمن أجل هذا يضعف المرسل. فهمنا هذا. أين وجد 6 أو 7 من التابعين؟ وجد في حديث ذكره الحافظ ابن كثير في تفسير سورة إل هو الله أحد، وأعتقد أنه عزاه إلى النسائي. الحافظ ابن كثير. طيب بارك الله انتهينا. فمن أجل هذا يا إخواننا يكون الحديث المرسل ماذا؟ يكون ضعيفا من قسم الضعيف. ومعرفة المصطلح للمحدث أمر مهم، خصوصا مثل هذا الكتاب الذي هو البعث الحديث. من أجل ماذا؟ أنت تهيئ نفسك للنقد ولتحقيق الكتب وللتأليف، فأنت محتاج إذا قالوا حديث غريب أن تعرف ما معنى غريب، حديث منكر أن تعرف ما معنى منكر، حديث منقطع أو مقطوع على آخره تعرف ما معناه. قال وقال ابن الصلاح وما ذكرناه من سبب الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعفه
هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهم. قال: والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة، والله أعلم. طيب، منهم من يحتج بالمرسل ويقول: إن من أسند لك فقد أحالك عن على السند، ومن أرسله فقد ضمن لك، قد ضمن لك، ولكن هذا قول لا يساوي شيئا. المرسل، لأن من المرسلين من ربما يرسل عن ضعيف أو كذاب، وربما يكون ثقة عنده وهو ضعيف عند غيره. يعني أنا أظن أن أكثر الاختلافات في المذاهب بسبب المرسل. نعم صحيح، من جملة هي من جملة الأسباب الاختلافات، وإلا فهناك بارك الله فيكم يعني القياس الظاهرية لا يقولون به، استصحاب الحال، منهم من يقبل المصالح المرسلة عند المالكية ومنهم ربما لا يقبلها. قال: قلت وهو نحكي عن الإمام أحمد في رواية وفي رواية أخرى أنه لا يقول بحجية المرسل. استدل صاحب فتح المغيث على أنه لا يقول بحجية المرسل أنه ربما أعل الحديث المتصل بالحديث المرسل. كيف ذلك؟ مثلا يروى الحديث متصلا ومرسلا، ويكون الطريق المرسلة أرجح فتكون علة للطريق المتصلة. هذا دليل على أنه لا يحتج بالحديث المرسل. لو كان يحتج بالحديث المرسل لقال الحديث صحيح، سواء أكان مرسلا أم متصلا. طيب يا إخواننا، قال: وأن الشافعي، طيب إلى ابن يسأل، هو لخص بالشافعي وأسقط عنه الصحابي وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم الحكم عليه هو الشافعي، قال جمهور المحدثين أنهم قاموا بالشافعي. ما قد وصلنا إلى التعريف. نعم يا يعني المطلوب هو التعريف للحكم عليه. التعريف التعريف المرسل ما كان من أحد السابعين الكبار، ابن سعد بن سيب و المختار خلاف الذي اختاره ابن الصلاح خلاف هذا. نعم ما كان يعني سابعيا يعني سابعي كبير غير ما أرسله التابعي سواء كان صغير أو كبير. طيب وهذا ما أرسله التابعي. انتهينا. طيب عندك يا اخانا حكمه لا يحتج على الصحيح. الذين يقولون يحتج به بماذا يستدلون؟ الحنفيه المالكيه يستدلون يقولون: من اسند لك فقد احالك، أي حالك على سند، ومن أرسل فقد تكفل. طيب أحسنت. نعم ما هو الدليل يا مقبل أن المرسل من قسم الضعيف؟ محمد سهل، هذا شيء أخبرتكم به. نعم المرسل لماذا المرسل من قسم الضعيف؟ لأنه أسقط التابعي الصحابي، أسقط شيخ ولا ندري هو صحابي أو تابعي. صحيح وما يكون تابعي، والتابعي هذا الساقط يحتمل أن يكون ثقة وأن يكون ضعيفا. ثم هو يروي وقد وجد بالاستقراء الساقط إلى 7 أو 6 كما ذكرته لكم بالأمس، ذكره الحافظ ابن كثير في تفسير سورة
قل هو الله أحد. ووجد أيضا في صحيح مسلم ونحن نقرأ نجد أربعة من التابعين في نسب واحد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النخبة: وأما التجويز العقلي فما لا نهاية له. يعني يجوز أن يسقط 400 أو يسقط كذا. طيب الحمد لله الحمد لله بسم الله الرحمن الرحيم. بقي سؤال يا إخواننا عن الإمام أحمد، روايتان إحداهما أنه يحتج بالمرسل والأخرى لا يحتج بها. وقلنا لكم إن صاحب فتح المغيث رجح أحد الرواية أو إحدى الروايتين، فما هي؟ وجه ترجيحه صحيح. نعم ذكرناه لكم بالأمس. رجع المرسل. يعني أنه أن الإمام أحمد يعني وجد يعني طريقين هما موصولة. يعني مرسل النبي والأخرى مرسلة والمرسلة هو من المرفوعة. فلم يأخذ من المتصلة بدل المرفوعة. من المتصلة. فأخذ يعني يرجح المرسلة على ويعلل بها المتصلة ويعل بها المتصلة. هذا دليل على أنه لا يرى حجية المرسل. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وأما الشافعين فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب خسان. نعم سلمناكم بالأمس. طيب كلمناكم بالأمس أن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لا يقبل مرسلات سعيد مطلقة ولا يردها مطلقة، يقبلها إذا حصل لها من الشواهد والمتابعات، إذا حصل لها ما يعضدها، ويردها إذا لم يحصل لها ما يعضدها. ومراسيل سعيد بن المسيب تعتبر أصح المراسيل، لكن لفظة أصح المراسيل لا تدل على أنها مقبولة. إذا قال لنا المحدث إن مراسيل سعيد بن المسيب أصح المراسيل لا تدل على أنه يحتج بها. لماذا؟ لأنه بارك الله فيكم قد وجد في جامع الترمذي أن يقول: وقال محمد يعني البخاري: وأصح ما ورد في الباب حديث كذا وكذا. وتجد ذلك الحديث نفسه ضعيف، أصح نسبي في النسبة. طيب أحسن من تكلم على هذه المسألة على الاحتجاج بمراسيل سعيد بن المسيب ومراسيل إبراهيم بن يزيد النخعي، أحسن من تكلم عليها أبو محمد بن حزم في إحكام الأحكام. فإن شاء الله يا إخواننا تراجعونه، جزاكم الله خيرا، إحكام الأحكام لأبي محمد بن حزم. طيب في الكلام في المجلد الأول على المرسل. ثم إن هناك أن المراسيل كما سمعتم تتفاوت، أصح المراسيل ماذا؟ مراسيل سعيد بن المسيب. وأضعف المراسيل ماذا؟ أضعف المراسيل مراسيل يحيى بن أبي كثير ومراسيل قتادة ومراسيل الزهري ومراسيل الحسن البصري. هؤلاء مراسيلهم أضعف المراسيل لأنهم يقبلون عن كل أحد. معرفة الترجيح يعني معرفة أصح المراسيل وأضعف المراسيل. ما هي أضعف المراسيل يا محمد؟ مرحبا تفضل.
نعم ابن ابي تثمير نعم ومرات القتاده ومرات القتاده طيب قال وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب حساب قالوا بأنه كتبتها فوجدها مسندة والله أعلم والذي حول عليه كلامه في الرسالة أن مراسل كبار التابعين حجة إن جاءت من وجه آخر ولو مرسلة فلهذا يعني إذا اعتبرت أو اعتبرت بقول صحابيين وأكثر أو أكثر العلماء أو كان المرسل المرسل لو سمى لا يسمي إلا ثقة فحينئذ يكون مرسله حجة ولا ينتهض إلى رتبة المرسل المتصل. نعم هذا قول الشافعي في الرسالة. طيب مرسل يتقوى به المرسل بشرط أن لا يكون المخرج واحدا مثل ما تقدم لنا في درس البارحة مثال طيب ذلك المثال أن هناك مرسل من ضحك في صلاته فليتوضأ وليعد الوضوء حتى الصلاة والوضوء هذا جاء من حديث أبي العالي هدياك ومن حديث الزهري ومن حديث الحسن قد يظن الظان أنها ثلاث مراسيل ها وأنها تنتهض للحجية للحجية لكن عبد الرحمن بن مهدي بين أن مرجعها واحد العالم الدياحي الذي قال فيه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حديث أبي عالي الدياحي رياح وهو يعني هذا الحديث الواحد الذي هو ماذا حديث من ضحك في صلاته فلا يعد الوضوء طيب عبد الرحمن بن مهدي كلها يردها لأبي العالي ويقول أما الحسن فكان محمد فكان محمد بن سيرين يحدث به عن أبي العالية وعنده هشام بن حسان وهشام بن حسان حدث به الحسن مرجعه ماذا إلى أبي العالية معناه أن الحسن يرويه عن هشام بن حسان عن أبي العالية لكن قال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا شيء قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى وأما الزهري فإن حفصة بنت سيرين روته عن أخيها محمد بن سيرين وسمعه من حفصة بنت سيرين سليمان بن أرقم وسمعه الزهري من سليمان بن أرقم فرجع الحديث كل طرقه رجعت إلى ماذا؟ إلى أبي العالية ومثل هذا يا إخواننا ما يعرفه إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى ما هو ميسر لكل أحد فإن رجلا كان جالسا عند عبد الرحمن بن مهدي كما في المحدث الفاصل فتعجب جدا كيف يقول هذا؟ قال ومن أين لك يا عبد الرحمن بن مهدي؟ سبحان الله سبحان الله أقصد إن مثل هذا ليس ميسرا لكل أحد حتى المحدثين أنفسهم حتى المحدثون أنفسهم ليس ميسرا لكل أحد منهم هذا الحديث نادر مثل علي بن المديني ويحيى بن سعيد القطان عبد الرحمن بن مهدي يعني أقل من القليل الذين يعرفون إلى الحديث الحافظ الدارقطني نعم أحسنت أبو حاتم وأبو زرعة يحيى بن نعيم نعم جزاكم الله يعني أقل من القليل كم المحدثون آلاف يعني ما يتكاثر هؤلاء هم يعد هؤلاء أقل من القليل الذين يعرفون هذا الفن هذا لا يشتغن هذا يشترط أن لا يكون
مخرج المرسلات واحد. كيف يعرف مخرج المرسلات واحد؟ يعني ما اتفقوا لا في الشيوخ ولا في التلاميذ، هؤلاء المرسلون الذين أرسلوه ما شيخهم واحد ولا التلاميذ الآخذون عنهم واحد واحدا من أجل هذا أو جماعة. فإذا جاء مرسل مع مرسل مع مرسل ربما ينتهض الحجي ويصير حسنا لغيره، وهكذا أيضا مرسل ومرسل. طيب مثل الطيب. نعم مثل طريقة الطيب. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وأما مراسيل غير كبار التابعين فلا أعلم أحدا قبلها. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه القيم الذي ينبغي لطلبة العلم أن يعنوا به، الذي هو اقتضاء الصراط المستقيم، يتكلم في على القصص الإسرائيلية التي يرويها التابعون، ويقول إن العلماء لا يحتجون بالمرسل أو يتوقفون في الاحتجاج بالمرسل، فكيف بتلكم القصص التي ليس لها أسانيد؟ طيب يا شيخ، أحد المعلقين على حديث حدث عن بني إسرائيل ولا حرج، يقول إنه إذا يعني إذا وافق ما في شرعنا يعني يرد. إذا وافق؟ ها؟ ما في شرعنا يقبل. إذا وافق ما في شرعنا يرد، لأن استغنى بما في شرعنا. هذا حق. وإذا لم يرد يعني لا نقدح يعني إنما نأخذه للأسباب. ما نقبل شيئا من القصص الإسرائيلية التي ليس لها أصل. إن نطق بها الكتاب والسنة أخذنا، وإن لم ينطق بها الكتاب والسنة توقفنا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، فإما أن تصدقوا بالباطل وإما أن تكذبوا بحق. ورب العزة يقول: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ويقول: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، وتمضي عصور وكتبهم ضايعة. يعني اقرأوا بارك الله فيكم في إغاثة اللحفان، يعني ما دينهم محفوظ مثلنا، يعني تمضي عصور يفتك الملوك والظلمة يفتكون بعلماء بني إسرائيل ويهربون ويتركون كتبهم في الفيات والغفار، وتمضي أعوام وكتبهم ضايعة ثم يستنسخونها مرة، معناه أنه لا يجوز أن يعتمد عليها أصلا، هذا من حيث أنها تمضي عليها عصور وهي كتبهم ضايعة. أما من حيث التحريف المقصود لعلماء السوء منهم فكثير جدا ما يعتمد عليها بركة. طيب يا أخواني، قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: وأن مراسيل الصحابة كابن عباس وأمثاله ففي حكم الموصول، لأنهم إنما يروون عن الصحابة وكلهم عدول، فجهالتهم لا تضر والله أعلم. قوله يا إخواننا يروون عن الصحابة، أي في الغالب يعني في الأغلب، والنادر لا حكم له، وإلا فقد وجد صحابة روى عن تابعين كزيد بن أرقم أو كزيد بن ثابت أو غيره، يعني روى عن مروان، القصد أن مروان روى قصة والظاهر عن زيد بن ثابت ورواها عن بعض الصحابة عنه، فقد وجد لكنه قليل. وقد ساق الحافظ العراقي في كتابه التقييد والإيضاح جملة طيبة من رواية الصحابة عن التابعين. أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى لا يرى مراسيل الصحابة حجة، لا لأن الصحابة ليس بعدول، لكن يقول إذا كان يخشى أن يكون منافقا ويخشى هكذا، ولكن الصحيح خلاف ما قال، فإن الله حفظ دينه. طيب
مراسيل الصحابة بارك الله فيكم الذين توفي الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم وهم مميزون وإن كانوا صغارا. أما الذين توفي الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم وهم صغار لا يميزون مثل محمد بن أبي بكر الذي ولد في ذي الحليفة والنبي صلى الله عليه وسلم عاد منه وصحابته للحج حجة الوداع، ومن جرى مجراه فله شرف الصحبة وحديثه كمراسل التابعين. فهمنا هذا يا أخواننا؟ حتى لو روى عن صحابي، إذا لو روى عن صحابي نحن نقول إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو روى عن صحابي ينظر أدرك الصحابي أم لم يدركه، يعني حكمه في الحديث حكم التابعين وله شرف الصحبة. تحت الصحبة بماذا؟ بالرؤية وباللقي، اللقي أعم من الرؤية. من لقي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم مؤمنا به ومتى على ذلك. وإذا حتى لو كان مميز له شرف، ولو لم يكن يرحمك الله ولو لم يكن مميزا فروا التشميت واجب على كل من سمعه، حتى ولو كنا في درس ما هو مثل السلام أو مثل الله، واجب على كل من سمع. بارك الله. ما عرف. والسلام يا والسلام. هذا يا شيخ يعني محمد بن أبي بن عزة يعني يكون له شرف الصحبة عدل كالصحابي إلا أن حديثا من التابعين. إيه مراسل التابعين. ذكر هذا صاحب فتح المغيث. فتح المغيث كتاب قيم جدا، وكذلك توضيح الأفكار وفتح المغيث أسهل. ومن أين يعني حصل لهم هذا الخير الذي فيهما أي في توضيح الأفكار، من النكت للحافظ بن حجر. الصنعاني استقى من النكت للحافظ بن حجر. السخاوي الذي هو تلميذ الحافظ بن حجر استقى من النكت، ولا أدري قد طبعت أم لا، كان بعض إخواننا في الله يحققها. الأخ ربيع بن هادي كان يحققها. وكتاب يمكن ما له مثيل في المصطلح. وفتح المغيث هذا مؤلفه متقدم على ابن حجر. تلميذ ابن حجر. عالم الحديث. السخاوي الذي حصل بينه وبين السيوطي نزاع كبير إلى النهاية. طيب. قال قلت وقد حكى بعضهم الإجماع على قبول مراسيل الصحابة، وذكر ابن الأثير وغيره في ذلك خلافا، ويحكى هذا المذهب عن الأستاذ أبي إسحاق الإسرائيلي لاحتمال تلقيهم عن بعض التابعين. وقد وجد طيب. وقد وقع رواية الأكابر عن الأصاغر والآباء عن الأبناء كما سيأتي إن شاء الله تعالى تنبيه. والحافظ البيهقي في كتابه السنن الكبير وغيره، وسنن الكبير من أحسن المراجع في أحاديث الأحكام. من أحسن المراجع في أحاديث الأحكام للبيهقي هذه العشرة. نعم. وغيره يسمي ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة مرسلا، فإن كان يذهب مع هذا إلى أنه ليس بحجة فيلزمه أن يكون مرسل الصحابة أيضا ليس بحجة، والله أعلم. طيب. والصحيح ما البيهقي يحتاج إلى تتبع كلامه من سننه ومن كتبه البيهقي. وأما هذا فالصحيح أنه إذا قال عن رجل من الصحابة أو بارك الله فيكم عن يعني عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إن له يكون له حكم، يعني يكون متصلا. طيب. ابن حزم يقول إذا يعني قال إسماعيل بن جبل الشهير بن كثير رحمه الله تعالى نقلا عن ابن الصلاح واختصارا لكتابه النوع العاشر المنقطع، قال ابن الصلاح
وفيه وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب. قلت أي الحافظ بن كثير: فمنهم من قال هو أن يسقط من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم. طيب ما هو المشهور من تعريف المنقطع يا ابن الفضل؟ بارك الله فيك، الله يحفظك الله. طيب أما هذا الذي ذكره الحافظ ابن كثير فهو تعريف لبعض أنواع المنقطع من الإسناد رجل أو يذكر فيه رجل مبهم. ومثل ابن الصلاح للأول بما رواه عبد الرزاق عن الثوري. عن أبي إسحاق عن زيد بن يثير عن حذيفة مرفوعا إني والله بسم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، نشاكم الله بالخير الآن. إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين الحديث، قال ففيهم لقاء في موضعين، أحدهما أن عبد الرزاق لم يسمعه من الثوري، إنما رواه عن النعمان بن أبي شيبة الجندي عنه، والثاني أن الثوري لم يسمعه من أبي إسحاق، إنما رواه عن شريك عنه. طيب وهذا يا إخواننا منقول من كتاب الحاكم، والسند إلى هذا الانقطاع لم يثبت. السند إلى يعني قول الحاكم، هو قول الحاكم إن فيه انقطاعين، هذا ساد بسنده وليس بثابت. فممكن أن تعطينا معرفة علوم الحديث؟ أنت يا حاكم الذي تعرف الآن معرفة علوم الحديث الحاكم. طيب لا حول ولا قوة إلا بالله. أعرف أنه فيما يظهر لي من طريق أبي بكر بن أبي دارم وإلى الله المشتكى ما أسرع ما ننسى. ومثل الثاني بما رواه أبو العلاء ابن عبد الله، اسمه يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن رجلين عن شداد بن أوس حديث: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. قلنا إن الحاكم رحمه الله تعالى ذكر هذا الكلام في كتابه معرفة علوم الحديث، وأن ابن الصلاح نقله من كتاب الحاكم، وقلنا إن السند لم يثبت إلى الانقطاع، والسبب في هذا أنه رواه في الطريق الأولى من طريق محمد بن عبد السري وهو ضعيف الراوي له عن عبد الرزاق، وفي الطريق الثاني رواه الحاكم من طريقين فيها أبو بكر بن أبي دارم الحافظ شيخ الحاكم، وقد قال تلميذه الحاكم إنه ليس بثقة. ثم فيها أيضا عبد السلام بن صالح أبو الصلت الهروين وهو متهم، فعرفنا أن الانقطاع لم يثبت وأنهم معتمدون على ما ذكره الحاكم في معرفة علوم الحديث، والحاكم رواه من طريقين، إحداهما من طريق محمد بن عبد السري وهو ضعيف،
والثاني من طريق أبي بكر بن أبي دار واسمه أحمد بن محمد. وقد قال تلميذه الحاكم أي المؤلف إنه ليس بثقة. ومن طريق أيضا عبد السلام بن صالح الهروي وهو متهم أيضا. الحديث الذي يظهر هو من طريق يزيد بن يسيع وهو إلى الجهالة أقرب. هذا الطريق التي عندنا، أما غيرها فإن بارك الله فيك. قال رحمه الله: ومنهم من قال المنقطع مثل المرسل، وهو كل ما لا يتصل إسناده، غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما رواه التابعين عن النبي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن الصلاح: وهذا أقرب، وهو الذي صار إليه طوائف من الفقهاء وغيرهم، وهو الذي ذكره الخطيب البغدادي في كفايته. طيب يا إخواننا، يعني قد سمعتم في دروس متقدمة أن من أهل العلم من يطلب على كل حديث لم يتصل أنه مرسل، هكذا؟ والمنقطع من جملة الأحاديث التي لم تتصل. لكن المشهور عند المحدثين والمتداول عندهم هو أن المرسل ما رفعه التابعين الذي لم يسمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعم، إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل فيكم أحد من يعلم لماذا قيدت الذي لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وهل هناك تابعين يصير تابعيا وقد سمع من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ نعم، صغار التابعين والمخضرون الذين من يدري شيئا أقرب من هذا. وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسمع منه قبل أن يسلم، ثم أسلم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا يسمى تابعيا. وإذا روى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا تكون روايته مقبولة، لأنه يشترط في الصحابي أن يكون قد لقي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به وما فعل ذلك. فمثال ذلكم رسول كسرى الذي أرسله إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو مذكور في فتح المغيث، الظاهر أنه رسول كسرى. فنعم الذي أرسله في نعم وهو في فتح المغيث أنه جلس عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان رسول الكسرى جلس عنده أو لغيره من ملوك يعني الفرس، وسمع منه ثم ما وفق للإسلام إلا بعد. هذا حديثه يكون مقبولا ويكون متصلا، وهو تابعين ذكره صاحب فتح المغيث جزاه الله خيرا. بعد فترة. نعم. قال: وحكى الخطيب عن بعضهم أن المنقطع ما روي عن التابع فمن دونه موقوفا عليه من قوله أو فعله، وهذا بعيد غريب والله أعلم. لعل بعضهم استعمل المنقطع في المقطوع. ما هو المقطوع يا حسن؟ المقطوع هو ما يخرج المرسل. ما هو المقطوع يا محمد؟ هو ما قطع من قول التابعين على التابعين من قوله وفعله. أحسن. فلعل بعضهم أطلق على المقطوع اسم المنقطع، فمع أن الشافعية والطبراني رحمهم الله
إطلاقه أطلاقه أو أطلاق على المنقطع المقطوع. سمي المنقطع مقطوعا ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن نحن بما أننا طلبة علم مبتدئون نأخذ بالأشهر الأشهر حتى يسهل علينا. وإلى هنا بارك الله فيكم، وأرجو أن لا تنسوا ما علل به الحاكم حديث إن حديث حذيفة إن وليتموها أبا بكر فقوي أمين. طيب، فأنتم إن شاء الله تحفظون أن تعليل الحاكم ليس بصحيح، لأنه جاء من طريقين في أحدهما محمد ابن أبي السري وهو ضعيف، وفي الثانية أبو بكر بن أبي دارم وعبد السلام بن صالح الهروي، وهو موجود في الكتاب، من أحد منكم أن يراجعه فليراجعه. إنما ذكرت لكم هذا لأن العلماء إذا مثلوا في مثال تتابع عليه المتأخرون وما نظروا في صحته أو في ضعفه. هناك مثال شائع ذائع يذكره المحدثون يمثلون به بعضهم للمصطلح، وبعضهم يذكره في الوعظ والإرشاد، وكنت أنا أيضا قد تحدثت به بعد خطيب مصري أتى بأحاديث ضامات ونحن في مسجد بمنى غير مسجد الخير، وذكرته ما كنت أعلم صحته ثم بعد ذلك بحمد الله تيسر لنا الوقوف على أنه ليس بصحيح. هذا الحديث ما جاء أن يحيى بن معين وأحمد بن حنبل دخلا مسجد الرصافة فوجدا محدثا يحدث ويقول حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ويذكر بسنده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من قال لا إله إلا الله خلق الله طائرا له ما أدري كم جناح وله كم لسان وله كذا وكذا، يسبح لمن قال لا إله إلا الله ويستغفر لمن قال لا إله إلا الله في قدر صفحات ثم بعد ذلك وهو يحدث ويقول حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. فلما انتهى من كلامه صار الناس يعطونه، فدعاه أحمد بن حنبل وكان أي هو يحيى كان يلتفت بعضهم إلى بعض ويقول أنت حدثته بهذا، وهم يعرفون أنه ما حدث بهذا، فيقول لا. فدعاه أحمد بن يحيى بن معين وقال له من حدثك بهذا؟ قال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال فأنا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل، ما حدثناك بهذا. قال ما زلت أسمع عن الناس بأن يحيى بن معين رجل أحمق، واليوم تأكدت أنك رجل أحمق. قال لماذا؟ قال أتظن ما في الدنيا يحيى بن معين إلا أنت؟ لقد رويت عن كذا وكذا ما أدري. كلهم يسمى بيحيى بن معين، فضحك كل واحد منهما ووضع كمه على فمه. ثم بعد أن يعني هذه القصة قد حدثنا بها وكنا نعتقد صحتها، وربما ذكرها بعض الواعظين في التحذير من الكذب، لكن هي من طريق إبراهيم بن عبد الواحد، ذكرها الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال في ترجمته أو أشار إليها في ترجمته فلا تثبت. وما أكثر القصص، كتاب الحيدة، هل فيكم أحد قد قرأ في كتاب الحيدة؟ قد لا نعم، فأقصد لا، فأجزعنا صاحبه أنه مناظرة حصلت